بيبدأ الفيلم مع سانتا كلوز وهو قاعد في حالة وبيتكلم مع واحد جنبه وبيشتكي من الأطفال، وبيقول إن الأطفال كانوا زمان بيفرحوا جدا بالهدايا، إنما دلوقتي الطفل بياخد الهدية ويفرح بيها ثواني وبعدها بيطلب غيرها وغيرها، وبيشبه الأطفال بالمدمنين، وبيقول إن دي آخر سنة ليه هيوزع فيها هدايا، وبيقوم علشان يوصل الهدايا وبيسيب للست اللي قدامه هدية وبيقول لها تديها لحفيدها وتفرحوا بيها. فبتستغرب جدا لما بتلاقي اسم حفيدها مكتوب على الهدية، وبتسأل نفسها هو ازاي عرف اسمه، وبتجري وراه لأنه طالع فوق السطح وممنوع حد يطلع فوق، ولما بتطلع وراه ما بتلاقيهوش وبتتفاجئ بيه طاير في السماء بعربيته. ونروح بقى لجايسون اللي واقف مستني مراته وبنته علشان يروحوا يحتفلوا بالكريسماس في قصر العيلة، وأول ما بيوصلوا بيركب معاهم العربية وبيرحب بمراته ليندا، لكن واضح إنها مش طايقاه وفي مشاكل بينهم، فبيسلم على بنته ترودي وبيمشوا بالعربية وبيروحوا لقصر العيلة. والقصر بيكون متأمن كويس جدا وأفراد الأمن منتشرة في كل مكان، وجوه القصر بيجهزوا للاحتفال، وبالليل العيلة كلها بتتجمع وبتيجي ألفا أخت جايسون وبتتكلم معاه، وبيكون واضح إنها منفسنة منه شوية لأن أمهم بتحبه أكتر منها، وبتسيبه بتروح تقعد جنب صديقها مورجان وده بيرت ابن ألفا. وبتدخل أمهم جيرترود وبتتكلم مع واحدة في التليفون وبتشتمها بأبشع الألفاظ، وبعدها بشوية بنشوف ترودي واقفة قدام الدفاية ومستنية سانتا كلوز ينزل منها، وبتكون زعلانة من أبوها لأن ما ودهاش تشوفه، فبيطلب منها تطلع غرفتها علشان مجهز لها مفاجأة، وبينزل تحت بيجيب لعبة من دولاب الألعاب وبيطلع يديها لها، وبتكون اللعبة عبارة عن لاسلكي، وبيقول لها إن ده جهاز سحري وتقدر تكلمي بيه سانتا كلوز، فبتفرح البنت جدا وبدأت تكلمه، وفجأة بيظهر سانتا قدام الدفاية وبيروح ياكل الحلويات وبيحط شوية منهم في جيبه، وفي اللحظة دي بيدخل واحد لغرفة المراقبة وبيضرب مراقب الكاميرات وبيبعت لباقي أفراد العصابة من خلال السمارت ووتش، واللي بيكونوا متنكرين في لبس خدم، فبيسيبوا اللي في إيديهم وبيجهزوا للهجوم، وبياخد الراجل سلاح من الدولاب ويخرج لهم، لكن قبل ما يخرج بيقطع أسلاك التليفونات كلها. وعند بوابة القصر بيجي واحد للأمن وبيقول لفرد الأمن إن عربيته عطلت ومحتاج مساعدة، وفجأة بيطلع مسدس من جيبه وبيضرب طلقة في دماغه، وبيدخل من البوابة وبيكلم أفراد العصابة وبيأكد عليهم يبدأوا الهجوم. وهنا بنعرف إن ده يبقى سكروج رئيس العصابة، وبيرحب بيهم في أسوأ عيد ميلاد هيشوفوه في حياتهم، وبدأوا أفراد العصابة يقتلوا كل الموجودين وبيكونوا متدربين كويس جدا، ومحدش جوه بيقدر عليهم وبيقتلوا كل اللي يقابلوه. وبيجي الأمن بسرعة ياخد الأم لغرفة سرية وكلهم بيروحوا وراها، وبتفتح الغرفة بالريموت اللي معاها وبيتفاجئوا كلهم بسكروتش خارج من الغرفة السرية، وبيتقاتل مع أفراد الأمن لكنهم ما بيقدروش عليه وبيقضي عليهم الاتنين. وسانتا بيكون في القصر وسامع كل اللي بيحصل وبيحاول يستخدم السحر بتاعه ويهرب بس ما بيعرفش، وأفراد العصابة بيقتحموا كل الغرف، وقبل ما سانتا يقفز من الشباك بيدخل عليه واحد منهم وبيطلب منه يجي معاه، لكن سانتا بيرفض وبيبدأ قتال بينهم، وبيفضل سانتا يضرب فيه وبيقعوا الاتنين على الأرض، وبيحاول فرد العصابة يخنقه بفرع النور لكن سانتا بيضربه بيوقعه من الشباك وما بيلحقش يفك السلك، فبيقع هو كمان وراه، ولما بيقوم بيلاقيه واقع على التلج وميت، فبياخد حاجته وبيمشي، لكن بيشوف من الشباك العصابة وهما محتجزين العيلة جوه، وسكروتش بيضرب جيرترود وبيقول لها انه عارف كويس هو فين ومع مين، وانه مخطط كويس علشان يهجم على اكتر بيت متأمن في البلد، فبتقوله ان اخوها اتخطف زمان في السبعينات وابوها رفض انه يبلغ الشرطة، واستعان بفريقهم الخاص وقدروا يرجعوا اخوها، ولحد دلوقتي محدش عارف اللي خطفوه فين ولا هيقدروا يعرفوا مكانهم. باختصار اعتبر نفسك ميت، فبيقول لها انه عارف كويس بفريقهم الخاص واللي بيسموه فريق الاعدام، وبيقول لها انه مش جاي علشان ياخد فدية، ده جاي علشان ال 300 مليون دولار اللي في الخزنة، فبيتصدموا كلهم لان محدش كان عارف حاجة عن الفلوس دي. وفي الوقت ده سانتا كلوز بيكون دخل البيت وبيدور في شنطته على اي حاجة يضرب بيها، وبيدخل واحد من العصابة عليه فبيجي من وراه ويضربه بالعروسة على دماغه، فبيقع منه السلاح على الارض وبياخده سانتا ويضربه بيه، لكن زرار الامان بيكون مرفوع، فبيهجم عليه فرد العصابة وبيضربه وبيوقعه ورا ترابيزة البلياردو، فبيقلع الطاقية بتاعته ويحط فيها كرات البلياردو، واول ما بيقرب منه بيضربه بيها، لكن وهو بيضربه الطاقية بتتقطع والكرات بتطير في الهواء، فبيطلع فرد العصابة خنجر وبيضربه بيه وبيوقعه على الارض وبيحاول يقتله، لكن سانتا بيسحب نجمة وبيضربه بيها في عينه وبيحط الفيشة بتاعتها فبيتكهرب فرد العصابة وبيقع على الارض وبيتحرق. وبيروح سانتا ياخد اللاسلكي بتاعه وبيحاول يكلم اي حد، فبيتفاجئ بترودي هي اللي بتكلمه من اللاسلكي بتاعها، فبتطلب منه يساعدهم، فبيوعدها سانتا انه هيقضي على العصابة كلها وهينقذهم منهم. وفي الوقت ده العصابة بتشوفه في كاميرات المراقبة، وسكروتش بيأمرهم يمسكوه بسرعة، وبيروح سانتا عند البوابة وبيلاقي فرد الامن مقتول وبيسمع حد بيتكلم في اللاسلكي، فبيرد عليه وبيكون ده سكروتش
وسانتا بيقوله انه قتل فرد العصابة بتاعهم، وسكروتش ما بيكونش مصدق ان ده سانتا كلوز الحقيقي ومفكره فرد امنه متنكر، فبينزل للعيلة وبيقول لهم ان هيقتلهم واحد واحد لو ما قالوش مين اللي متنكر في لبس سانتا. وترودي بتقول لسكروتش ان هو سانتا كلوز وانها كلمته وهيجي يقتلهم كلهم، لكن ابوها بيعنفها وبيقول لها ان مفيش سانتا وان ده مجرد خيال، فبتزعل ترودي وبتسيبهم وتجري، وبتستخبى وبتكلم سانتا وبتتأكد منه ان هو سانتا كلوز الحقيقي، وبتقوله انها هتنصب لهم افخاخ زي اللي شافتها في فيلم هوم الون. ولما بتسأله عن حياته قبل ما يكون سانتا بيقول لها ان كان اسمه نيك موند الاحمر، وانه كان محارب وكان افضل واحد يستخدم ساحقة الجماجم، ودي بتكون عبارة عن مطرقة، وانه كان بيقدر يكسر بيها 3 رؤوس في خبطة واحدة، وبينهي كلامه معاها وبيقول لها انه جاي ينقذها. وفي نفس الوقت بيكون فريق الانقاذ بيجهز عشان ينقذ الرهائن، وسانتا جوه القصر وبيحاول يقتل واحدة من العصابة، لكن اللعبة بتشتغل والبنت بتشوفه وبتجري وراه، فبيدخل الأوضة ويقفل على نفسه، وبيجي سكروتش يرمي طفاية حريق عند الباب، وبيضرب عليها طلقة ويفجرها، وترودي بتكون فوقيهم وبتشوفهم، وبيكون رابطين سانتا في الكرسي، وبيحاولوا يعرفوا منه هو مين بالظبط، فبيفاجئهم وبيندهلهم بأسمائهم الحقيقية، وبنعرف إن سكروتش اسمه جيمي، ومساعده اسمه بيور، والبنت اسمها كيرا، وكلهم كانوا بيطلبوا منه هدايا وهم صغيرين، لكن سكروتش بيكون مصمم إن هو مش سانتا الحقيقي، وقبل ما يقتله بينزل عليهم تلج من السقف، فبيستخدم سانتا السحر بتاعه وبيخرج من الدفاية ويطلع فوق، وترودي بتكون هي اللي بترمي عليهم فل من فوق علشان تلهيهم وما يقتلوش سانتا. وفي اللحظة دي بيوصل فريق الإنقاذ، ومورجان بيهجم على فرد العصابة وبيضربه، وبينط من الشباك وبيهرب، وبيقابل فريق الإنقاذ بره وبيعرفهم إن العصابة في انتظارهم جوه، فبيشكروا القائد وبيؤمر رجالته يقتلوه، وبيشوفهم سانتا من فوق ومن الليستة اللي معاه بيعرف إنهم أشرار، وبنتفاجئ فعلا بسكروتش خارج للقائد وبيعنفه لأنه اتأخر عليه، وبيقول له إن في واحد لابس لبس سانتا موجود في القصر، فبيؤمر القائد رجالته يدوروا عليه بسرعة، وبيشوفوه فوق السطح وبيضربوه بالرصاص، لكن سانتا بيقفز من فوق، والقائد بيديهم مفتاح الخزنة وبيروحوا يفتحوها، لكن المفاجأة إن الخزنة بتكون فاضية، وسكروتش بيأكد لهم إن الفلوس كانت موجودة هنا بالليل. ونروح لترودي اللي بتشوف سانتا داخل بيت صغير، فبتكلمه تطمن عليه، وبيقول لها إن في عصابة تانية في القصر وإنه مش هيقدر يعمل حاجة، لكن بيغير رأيه لما بيشوف مطرقة كبيرة قدامه، وبيمسكها وبيسترجع ذكرياته، والعصابة بيدخلوا عليه فبيستخبى وبتسلى عليهم واحد واحد، وبيكسر دماغهم بالمطرقة، وفي القصر بيدخل عليهم سكروتش وهو غضبان، وبيهددهم إنه هيقتلهم لو ما قالوش مكان الفلوس فين، وبتتفاجئ جيرترود لما بتعرف إن قائد المجموعة خانها وباعها للعصابة، وبنرجع لسانتا اللي نازل طحن في أفراد العصابة بالمطرقة، وبيظهر لهم وبيتقاتل معاهم، ومحدش منهم قادر عليه، وبيشغل المفرمة وبيربط واحد منهم بحبل من رقبته وبيوصله بيها وبيفرمه، وبيخرج بره بيلاقي واحد منهم واقف، ولما بيشوفه بيخاف وبيجري، فبيحدفه بالمطرقة من بعيد وبيقدر يسيبه، فبيقع على الأرض وبيخرج قنبلة يدوية من جيبه، لكن سانتا بيلحقه وبياخدها من إيده وبيحطها له في هدومه، وبيبعد وبيقف يتفرج عليه، وبنرجع لسكروتش اللي بيهددهم إنه هيقتل ليندا، فبيخاف جيسون وبيعترف إنه هو اللي سرق الفلوس، ومخبيها في مكان بره القصر، وبيورن وكيرا لسه بيدوروا على ترودي، وبيلاقوا خشبة كلها مسامير على الأرض، ومسمار كبير على السلم، وبيورن بيكون عارف إن هي فوق، وبيقول لها الأفضل إنك تخفي الفخ لما تعمليه بعد كده. لكن ترودي بتكون كسر درجة من السلم، وأول ما بيدوس عليها بيقع والمسمار بيدخل في رقبته، وبتطلع كيرا تدور عليها، وترودي بيكون مجهزة فخ تاني، وبتشد حبل وبتنزل كور كتير على كيرا، وواحدة منهم بتنزل على بيورن توقع على المسامير اللي على الأرض، وبيقوم وبيطلع المسمار من رجله، فبتنزل كرة تانية ترشق المسمار في دماغه، وفوق كيرا بتحاول توصل لترودي، لكن بتلاقي نفسها لازقة في الأرض ومش قادرة تتحرك، وبتتعلق ترودي في ساند باج وبتهجم عليها وبتوقعها على الأرض، ولما بتقوم بتلاقي حتة من فروة راسها لازقة في الأرض، وترودي بتكون راميالها ازاز على الأرض علشان لما تقلع الشوز وتمشي تدوس عليه وتتعور، وبتمسك دمبل بالأستك وبتضربها بيه، فبتغضب كيرا وبتطلع المسدس علشان تقتلها، لكن بيجي سانتا ويلحقها بالمطرقة وبيموت كيرا وبياخد ترودي في حضنه. وفي الوقت ده بياخدوا جايسون عشان يوريهم مكان الفلوس، وأول ما سكروتش بيشوف الفلوس بيأمرهم بقتل كل الرهائن، لكن ألفا بترمي الكحول في النار وبيوقعوا فرد العصابة على الأرض، وبيسحبوا حديد الدفاية وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما بيقتلوه، وبيجي سانتا ومعاه ترودي وبياخد السلاح وبيديه ليندا، وبيخرجوا بره وبيضربوا الرصاص على العصابة، وسانتا بيلف من وراهم وبيضربهم، وبيهرب سكروتش ومعاه جيرترود وشنطة الفلوس، وقائد المجموعة بيروح وراهم، وسانتا بيحاول يلحقهم، وبيتزحلق على الجليد وبينزل على واحد فيهم، وبيركب مكانه ويجري وراهم، وفجأة بيلاقي سكروتش واقف قدامه وبيستفزه، وبتكون وراه شجرة صغيرة مقطوعة، وأول ما بيقرب سانتا بيتحرك سكروتش فبيخبط سانتا وبيقع جوه كشك صغير، وبيدخل سكروتش وراه وبيفضل يضربه بالرصاص، لحد ما المسدس بتاعه بيفضى، فبيهجم عليه سانتا وبيدور قتال قوي بينهم، وتانك البنزين بينقط على الأرض،
فبيجروا الاتنين بسرعة قبل ما المكان ينفجر وبيكملوا ضرب بره، وبيقدر سكروج يوقع المطرقة من ايد سانتا وبيفضل يضرب فيه وبيطلع خنجر علشان يقتله، لكن سانتا بيتفادى الضربة وبيستخدم سحره وبيسحبه معاه من فتحة صغيرة وبيخرج بيه فوق وبيكون سكروج متطبق، وفجأة حد بيضرب سانتا برصاص وبيقع على الأرض وبيكون ده القائد، وقبل ما يقضي عليه بتيجي جيرترود وتلحقه، وباقي العيلة بيوصلوا المكان وبيزعلوا جدا لما بيلاقوا سانتا خلاص هيموت، لكنه بيقوم تاني كأنه ما حصلوش حاجة وبيقول لهم ان ده سحر عيد الميلاد. وبكده يكون انتهى ملخص الفيلم. بشكركم جدا على المشاهدة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.